سرحان. عندي بس ملاحظة بسيطة أسمعها مرات، وبعد عندي سؤال يعني إذا تسمح لنا ويسمح وقتك. ليش لا، يعني ليش دائما لا؟ أشوفك تسأل مثلا سني أو شيعي، تجيب جواب مخصص. هواية ناس ما ملتزمة، يعني فعلا ما يعني ما ملتزم بالضبط، بالمنهج السني. حقهم يا سرحان. أنا هنا بس أناقش الشيعي والسني، أبو يعني مو جماعة أبو خجل ما أناقشهم. لا، يعني مثلا هسه اكو ناس سرحان ما سرحان ملتزم، يعني سرحان، نعم خلاص مالي هذه طريقتي. اي، لا لما لا أجي عندك في محترمه طريقتك. الحسينية وقتها أنت تطبق طريقتك هناك، أوكي؟ لا لا انت محترمه طريقتك، صحيح لا طيب بأس بيها، لكن طيب اكو بعد سؤال انه اخر اذا تسمح لي. أكيد. اي يعني هي هاي قضيه الاديان حقيقه، يعني والابحاث العقليه اللي تتناولها والأمور اللي تتمشى مع العقيل هي كلها يعني بعضها. أكو بعد سؤال، تعد العالم يعني العالم الإسلامي كله سواء سنة أو شيعة، يعني مليار أكثر أقل، هم طبعا هذا الإسلام اتهم، لا تتصوره هم قاعدين كلهم يعني مثل الأنبياء. الإسلام حالة وراثية يعني بس اسم، انت لا تتصور الآن العالم الإسلامي كله هو ملتزم بالقرآن وملتزم بالسنة وملتزم سواء سنة أو شيعة، بس هي هيك وراثية. يعني كونهم يقول لك أنا ما خاسر خسارة، هو شوفه أسوأ من الكافر، هو بالشارع من تعامله ايش هو كسنة أو الكافر؟ شيعة أحكي لك. ايش اللي هو السيء بالكافر برأيك سيد سرحان؟ ها؟ ايش اللي هو السيء بالكافر؟ لا لا مو سيء، بوفق معتقده هو، يعني هو اللي قاعد يناظرك يقول لك عود الكافرين كذا سيئين كذا كذا، وفق معطياته هو مو معطيات الواقع الموجود المحسوس. ولا هو لو ترجع للمحسوس، خلينا نقول المسلم من سلم الناس من يده ولسانه، خلص هذا. انت تريدني يا اخي مسلم اني بس ليش سلم انت من، المسلمين ما حدا بيسلم من ايدهم ولسانهم؟ لا ها هي هاي المغالطه اللي يعيشوها، هم يعني قاعد الان مثلا يعيشون. احنا لو رحنا عند السنة او عند الشيعة ما بنسلم منهم. ما تسلم، انا اقول لك ليش ما تسلم. مو هو الواقع الحقيقي هو الاسلام بوفاة الرسول انتهى. انت لا تريد تدقق بالاسلام، بس مات النبي هو خلص الاسلام، نقطة راس سطر بعد، عرفت؟ الاسلام الان يعيش حالات وراثية، يعني شلون واحد هسه عراقي بغدادي، هذا نجفي، هذا اسباني، هذا ايراني، هذا تركي، هذا يجي مسلم ما تاثر عليه. يعني هسه انا هواي مسافر بالدول، انا هم باوروبا قاعد ساكن، يعني تشوف الاسلام المجتمع المسلم ما بيفرق عن المجتمع يعني الغير المسلم، يعني المجتمع المؤمن ما بيفرق عن بالعكس المجتمع غير المسلم هواي افضل من المجتمع المسلم، هواي افضل. فهذا الاسلام هو يعني خدعه، واغلبها مستفاده من عده. تشوف الجانب المادي، ذول رجال الدين اللي يقيدون المنظومه الان الدينيه هذول مستفيدين، يعني هذا المستفيد وقاعد، ما تقدر انت ب5 دقائق هو يجي يقنع بالادله ويجرد نفسه بالامور اللي يعني العقليه ويجي يتباحث وياك. هذا مستفاد، المستفاد وعاظ السلاطين يسميهم علي الوردي، هذول وعاظ السلاطين، هذا ما له علاقه. انا هسه استلم فلوس وراتب ومرتاح، يا دين يا بطيخ، هذا اسولفها على الدبه قولتهم. فاحنا الان عندنا العالم الاسلامي ماكو فرق، يعني هو العالم كله الان صار مادي، العالم كله يعبد الأموال ويعبد المصلحة، وكلها تركض ورا الدنيا وكلها تركض ورا الفلوس ورا سنة وشيعة المال، صح؟ كلها سنة وشيعة وزيدية ومعتزلة وأشاعرة وصوفية. ماكو هاي الإسلام، الإسلام اسم، عرفت؟ اسم على غير مسمى إن صح التعبير. ليش؟ لأنه الآن أنت من تجي يعني هاي تركيا هسه ايش قدها، ايش كبرها، مو مسلمة، كفيلك الله بس لا إله إلا الله، ترى مالك علاقتها بالحكي والإعلام. زين شايف لك مسلم يشتم مسلم؟ زين شايف لك مسلم يلعن مسلم؟ شايف لك مسلم يحارب مسلم؟ يعني هم الان العالم الاسلامي كله لو يجي النبي من جديد يعني وراوي هاي الامه، اقول له بارك الله بك على هذا الانتاج، ماكو هيك انتاج، يعني هاي احزاب خلاص. سياسيه. لو النبي محمد يجي ويشوف المسلمين راح يقول لهم قل يا أيها الكافرون. لا انا اقول لك راح يجي يقول يا ريتنا ما مبعوث لهاي الامه. زين ان صحت الروايه، يعني ليش؟ لانه هذا خرافات بس هي ماده. فانت الان من تناقش ناس ويجي هذا مستفيد، يجيك واحد بالكويت وبالسعوديه قاعد وعد 4 خدامات، انا احكي لك رايح للكويت اذا اشوفها اقول ابو سفيان رضي الله عنه وابو جهل قدس الله سره، كل من 4 خدامات و3 هنود
وراكب له سياره امريكي 8 سلندير وياكل ومتختخ وسفرات وسياحه، والله شنو فضله؟ قال لا اله الا الله. واذا قلت لا اله الا الله وين ما قلت، هسه الكلمه تاثر تحيل تربط، تروح للسعوديه متختخين هالخدم والعبيد والوصايف، والعراق بعد بين يديك شفته انت بعد التغيير وقبل الاحتلال وورا الاحتلال، يا اهل ياخذ امي يصير عمي. زين وين الاسلام اللي هم طبقوه؟ انا اريدها سعيفه، كان عم اؤمن بالاسلام بس خلي اريده غير انت اللي طبقته، انت اللي انت مو تقول هذا الاسلام، يلا عم اعطيني اياه. انت يوم اللي من مصلحتك بس عندنا الاسلام. احنا نموذجين، وينك سرحان بويا؟ نعم عندنا نموذجين، عندنا النموذج الايراني والنموذج الافغاني. اي هذا النموذج وينه هو؟ هذا النموذج يعني يوم اللي اله يصفق له بتعبيرنا، شلون هاي قدره ابوي على امي؟ يعني يوم اللي من مصلحه هذا الاسلام. على قول شبابنا يقولون عبد الرحمن اضرب من اخوه. لا هي المشكله هسه انت لو واحد يصير محترم منصف يطل اله والعليه. يعني احنا يوم اللي الاسلام والذول الانظمه والساسه والكذا، يوم اللي على المواطنين شوف الاسلام والحدود والخزعبلات. بس اذا من مصلحته حقوقه، هسه احنا الان مثلا الشيعه مو عندنا الخميس، انت بعد مثقف ومطلع على الثقافات المذاهب الاخرى اكيد الفقه المقارن. زين هذا الخمس لو يتوزع صحيح ما يبقى فقير شيعي. زين انت من باب الخمس غير تطيل الناس يقول لك لا لا تحكي لا تسال. زين ما اسال اني يعني شنو دبه اني حيوان؟ زين انت الاسلام من تاخذه غير الخمس تطيل يقول لك لا نفذ ثم ناقش. فاذا يا اخويا يا ابو جاسم هي عمليه كلها سياسيه. هاي الاديان لا بوذي لا سيخي لا مسيحي لا يهودي، انا وجدنا ابانا على امه زين وانا على اثارهم مهتدون. هي كل من يلقى امه وابوه طبعا هذا صعب يغيره، بس هو ياخذ بس اللي تفيده. شوف هسه هذا المسلم اللي يناقشك ياخذ بس اللي يفيده. الشغله تضره واللي هي تقول له تعال هذا عليك الحق يقول لك لا لا حبيبي ما تفيدنا نحكي بالقانون. هسه هنا يتعاركون جماعه عندنا تقول له تعال انت مو مسلم شرع الله، يقول لك لا اخي خلي شرع الله على صفحه. ها شاوين اسلامك ودق ركعه؟ فهي القضيه كلها مو هيك تؤخذ يعني بنظره سطحيه، تعال والله هذا اسلم هاي ينحسب مسلم. ماكو هيك شيء. يعني هسه يجوز واحد قاعد بالصين خوش قد مو مسلم عد الله، يجوز واحد قاعد هسه بالكعبه استوى راح للحج وجه بس هو عد الله هذا ملعون شيطان. ليش؟ لانه تلقي متكبر ظالم خدم عبيد. الله وكيلك لا تجي للعالم الاسلامي الان اخر الرتب، يعني اخر مرتبه يمكن لو بعد لو اكو كوكب هسه يجمع المسلمين به يروحون وحدهم هم يتعاركون هم يسوون حرب عالميه ثالثه ورابعه وحدهم. زين يلعن ابليسك يا سرعه. هي حقيقه هاي يعني لا تزعل منه هذا لو هسه ذبهم هسه لو يجي ربك يقول يا بشك مسلم راح اودي للمريخ يرحون وحدهم هم تسمع بالاخبار متعاركين ومتناقرين. زين لان شنو حب الماده وهاي؟ والله قال لا اله الا الله، قلت عم لا اله الا الله يلا ثم ماذا وراها؟ ان شاء الله شنو مجدي بحالي الله يندني على الله وين بالفي بالشمس شكليت الشربيت صح لو لا؟ يلا مسوي لك رب العالمين مجدي بالثقافه الاسلاميه، انا دوم اعترض عليهم، سنه شيعه انا ما يهمني طبعا، انا بس قلت لك شيعه حتى اكون جريء. ايه ولا انا احكي لك انا مجتهد. انا مجتهد برايي، وحد انا التصرف لي اخذها بعقلي. انا هسه القران اطلع منه بس 50 آية والباقي كله ما يفيد، ليش مثلا؟ ان الله يامركم بالعدل والاحسان، بس هاي اخذها، الباقي تزوير. مثلا الله يقول لك خلينا نقول انجنحوا للسلم فاجنح لها، آية آخذها، اللي تلوق للعقل أقول هاي إن صحت صحيحة، أما غيرها هذا تزوير خرافات. بس الآيات اللي بيها منطق صحيح هاي تصدر من عاقل من مشرع من حكيم صح لو لا؟ أما أنت تجي زين النبي إحنا نقول بعد الشيعة من بيعة الغدير راحوا اختلفوا، زين أنا أسأل الشيعة أقولهم يعني معقولة هذا جهاد النبي كله 23 سنة ما طلع له 5 يقول ذول اللي هجموا؟ القضية عندك معروفة انه الشيعة قالوا ارتدوا. زين ذول السقيفة كلهم ضربوا كلام النبي عرض الجدار، من قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه؟ وين صارت الوصية؟ وين صار الحكي؟ 23 سنة ما قدر يربي الا 5 6 اشخاص يعني. هم الشيعة بصحاح السند يقولون ارتد الناس الا 4 هاي بالكافي بالكلين يقول إيه سلمان والمقداد. اي زين يا هل ترى زين والسنه بهالحاله اذا انتم يعني هذا النبي وصى شنو ما احترمتوا وصيته وقال دعوه ان الرجل يهجر فتحكي خريطي؟
زين هذا شنو يهجور شنو ما ادري شنو، هي القضيه كلها سياسه، كانت احزاب، هي القضيه كلها سياسيه، عرفت؟ هي صحيح النبي اجى هسه يتراواله بالحلم نايم، جاء وحي ما جاء، احنا ما ندري ما شفناه، صح لو لا؟ احنا ما شفناه بعيوننا، ليش؟ انا هسه ملزم اشوف بعيني، اقول لك السحره مو قالوا غدا الناس ضحى في قضيه فرعون وموسى، مو قال فليحشر الناس ضحى حتى الناس تشوف، زين؟ زين انا هسه كل شيء ما شايف، هو ما امن، اقول شكوا بي، انا احب اي مصلح، هسه انت اذا تصلح واشوفك تمشي بالعداله وباكر خلينا نقول انت توازع بالسويه وتقسم بالرعيه بالصحيح، احنا نتبعك، مو غلط. يعني هسه انت الان اذا اجى مصلح للعراق ويشوفه يساوي الفقير والغني ويسوي الامان، ليش ما نتبعه احنا؟ صح لو لا؟ كل احنا نحب بلادنا ونحب الحق والانصاف ونشوفه يساوي الناس، يحترم الحريات، يحترم الناس، يحترم الشيبه، يحترم الاطفال، يصن قوانين جيده. اسالك بالله تتبعه لو لا؟ طبعا طبعا. اي فاحنا ما عندنا مشكله، الرسول اجى جاب يابا، احنا ندور الزين، احنا اليوم عبيد الزين. انا هسه بالنسبه لي اعبد الهي الخوش ادمي، الهي اللي يساوي الناس الفقره، اللي يطي الناس. انا ما عنده مشكله، الامام علي خوش ادمي احبه. عمر خوش ادمي احبه ثبت عندي، معاويه فلان علان انا يمهم كلهم صاروا سبيس رمل مغسول هسه، صح لو لا؟ كلهم صاروا رمل بالسيراميك تطبق. بس انا اقول احنا اذا واحد يعطيني فكره مفيده واشوفه منصف احترمه، ليش لا؟ الجزيره العربيه كانت بعضهم ياكل بعض كما يدعون، اجى انسان مصلح ادعى بامور انا اخذها، خلنا اطبق هذني، اطبق اللي هن من مصلحه البشر، صح لو لا؟ اللي مو من مصلحه البشر ما اطبقهن. بس العالم الاسلامي ما يقبل، لان مستفادين، حجي مستفادين هم، هاي الاموال والمناصب والجاه والوجاهه، عرفت؟ التسولف على خالد بن الوليد سيف الله المسلول، شاء والله يحتاج سيف خوي ينفخ كن فيكون، شله بالسيف. يلعن ابليسك يا سلام. جاء على الاسلام السلام، صح لو لا؟ وذاك سيف الله وهذا عمر وذاك، كلهم ناس تعبانين، كاتلهم الجوع، الله وكيلك، كاتلهم الضيم، كانوا من يندلهم من بحالهم. فقصدي انه احنا نحب الرسالات السلام، ندعو الى الاخوه العالميه، احترام الاديان، احترام الانسان. انا هسه لا يجي لواحد يعبد لفاره ويدري هاي الفاره هي بها نجاته احترمه الى ما اذاني وما اعتدى علي، صح لو لا؟ احترام الناس، احترام قيم الناس، المعروف. اما هذا سني وذاك شيعي وذاك ما ادري شنو، وكل من ابوه وامه، هو لو مولود بالصين هذا الشيعي هسه يلطم كاتل روحه، لو مولود بالصين يعرف الحسين وين الله خالقه؟ ما يعرفه. وهذا السعودي اللي قاعد هسه وهابي، وينك؟ اكو ترى شيعي بالصين حتى يصيح واو سيناء. اي مو حجي، ما طول اكو فلوس واكو دعم مادي واكو مرضى نفسيين. انت شوف اكو ناس خالف تعرف. انا فد مره واحد هنا سني قلت له انت ايش جابك للتشيع؟ مغربي هو. قال انا ارد اخالف اهلي وناسي، عندي حب المخالفه. احب اخالف الناس. زين؟ يقول حتى انا هاي تمشي عكس. اي هواي اكو ناس. زين هو هسه هم الشيعه احنا شنو اللي حصلوه بالعراق وغير العراق غير الضيم والبوك؟ هم يحكون على هارون الرشيد هسه وعلى ذول المتكبرين العثمانيين وغيرهم، وهم انقس هسه ما خلوا شيل هارون. هذا صعد ذاك اليوم المنبر يحكي على المنصور الدوانيقي، قلت له عم المنصور لا اجى لا عنده موبايل لا باق، قاعد وساكت عده كم جاريه، انتم طلعتوه جول طلعتوه خليتوه وراكم بعد المنصور، لا تحكون عليه، يحكوا على هسه المنصور اللي انا يمي. هسه المنصور قلت له صار خفت، شو علي ابي المنصور انا امس ايش صار؟ احكي لي هسه اليوم وين المستشفيات؟ وين الحقوق؟ وين الجامعات؟ وين الاخلاق؟ وين المساواه؟ وين العداله؟ صح لو لا؟ اعتيادي هم ذولا كراسي يا محمد، هم كراسي ذولا، يعني هذا فلان مقتدى وفلان هتشي وفلان هتشي. والله شنو هو سوى هسه للاسلام مقتدى وغير مقتدى؟ بس هاي مناصب، هسه انت اعطيك منصب بعطيك بالشهر 3000 30000 دولار. وخلي لك 10 حمايه، وين اللي يقول والله تعالوا لا هذا خطا؟ ما حد يقول، انا هسه اذا تعطيني منصب وراتب اقول لك لا عمي الشيعه بس وكلها بالنار، غير احكي لك الصراحه، انا هسه تعطيني منصب قوي بالعراق وفلوس وهذا وانا عندي حتى شهاده جامعيه، عم اقول لك ايه شمت انا كلكم فسقه فجره، انتم مو خوش ناس، انتم مرتدين، ليش انا ايدي بالدبس؟
بس واحد المعتدل اللي صحيح عنده ضمير، هذا اللي انا عبده، هذا اللي عنده ضمير، اللي هو تثنى اليه الوساده كما نقل يعني عن التاريخ عن الامام علي. ليش اقول لك الامام علي مرات يجوز افضل من النبي ببعض الامور؟ لانه حكم صحيح بالعراق، قال يا دنيا غري غيري، ان صح التاريخ انا ما اعرف صح الامام علي ملك، لكن ما لا سرق، حتى عقيل في القصه اخوه راد فلوس سرق، قال لهم جيت من المدينه بهذا الرداء. زين وين هسه مثل الامام علي؟ الان يم الامام علي هم فراعنه واكاسره واباطره وباسم الامام علي يحكمون. يا حبيبي يا ابو جاسم. تسلم ورده سرحان، تسلم تسلم. بغض النظر عن بعض الامور ولكن حكي كلش حلو وكلش جميل وفيها حس انساني وحس اخلاقي عالي ومنطقي. اكيد يعني أكيد. هذا الانسان المكرم، الانسان هذا الكريم باخلاقه، يعني انا اصلا مرات اشوف الحيوانات من نفس النوع بعضها يحامي بعض، اشوف الحيوانات بعضها يعيش مع بعض. هسه تجيب لك طيور عندنا قبل هناك مطير شيء، هذول اللي يحجون عليهم عده 30 40 حمامه يطيرهن، 50 حمامه، شوف الحمامات يمشن سوا ويجن سوا، ما واحد يعتدى على واحد. اقول احنا البشر ليش تادلج؟ يعني هذا البشر كله تادلج، هسه صار هو قاعد يمك، سالك شيعي لو سني، سمع بيك شيعي تحولت الى عدو اله، بينما تخلاقك وزادوا مليح. انا هسه والله قل لي هسه انا عبد الصين، شو اللي علاقه بيك؟ هسه انت انا راك وياك بالقطار، قل لي شيعي، قلت له والله احتر مكاني. يا بنت شنو؟ قلت له والله انا اعبد المشتري. شو اللي علاقه بيك؟ عبده يا اخي، المهم انت مرتاح وعندك قناعه نفسيه، روح عبده. شو اللي شغله بيك؟ انا لا تنام بقبري ولا انام بقبرك. من الثقافه اللي زرعها عند هم ذول المستفادين من اللا مسلمين، يعني لو وياي لو عدوي، هاي الثقافة من اجت تكون تحاربها بالبثوث مالتك؟ يعني انت لو وياي لو عدوي، يا اخي ما ارد اؤمن بيك. هسه قوة هو هسه يقول لك القرآن مو قول لا اكراه في الدين لكم دينكم ولي ديني، على اساس انت تجي الجزية وتعالوا اسلم تسلم؟ ما ارد اسلم عمي، رحم الله والديك، وصلتني الفكرة. عود يوم القيامة قل لله، قل له يا باني قلت له هذا وفهمته وما اقتنع، انا ما راح انكر، اقول له الهي بهيك تاريخ بهيك يوم بهيك سنة اجاني فلان ابن فلان قال لي اؤمن، وقال لي وانا رفضيت، يلا عاقبني. زين انت بهالحالة تجيب السيف وتذبح بالعالم، من انت؟ يعني الان احنا لو ابو بكر وعمر، ومع احترام للمسميات، وخالد بن الوليد بالحروب الردة، تدري هاي شو يصير هسه؟ الان يصير مجزرة، العالم كله يوقف، الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي. يعني باي حق انت والله ناس افرض ما اعطى زكاة، يا اخي ما ارد اعطي زكاة، تجبرني انت ارد ارتدي يا اخي، انت شلك علاقه بي؟ يعني هذا لو موجود هسه نظل مسخره للعالم، ابن الوليد وغيره، سيف الله ورمح الله. زين انت تجي انا عم ما ارد اسلم، شلك شغله تبي؟ انت تريد من لا اسرق لا ابوك، ما اريدك اني، انت رجال كنت عربي لا تفقه شيء من الحضاره العربيه والاسلاميه. والله يومين ثلاثه حطيت لكم كتاب وايات ومزورات، وجيبوا رد والله احنا نسود العالم، ماكو دين بالعالم. شوف انا هسه، شوف استاذ محمد، اي واحد يدعي الى دين او عقيده ومستفاد منها ترفضه، قل له انت لو هسه يجي البوذي ينتصر عليك ويقول والله البوذا حق، انت تؤمن به؟ لو تقول لا هذا خرافه، اذا اتهم خرافه، من يقول انت صحيح؟ تمام لو مو تمام، من يقول انت عندك حق تسبي النساء وتقتل؟ والله خالفتوني، من انت وخالفك انا؟ انت ايش مخترع؟ مخترع البوتيته؟ انت طماطه ما تعرف. قلب الله على اللاتينيه، البوتيته والطماطه جابوها لنا، ما نعرفها. زين انت هاي ليش ما مذكوره البوتيته؟ عبد ما يعرفوها، يلا ما ذكرت البوتيته، بس العدس والحمص عبد موجودات يعرفوهن العرب. زين يعني قصدي انا اقول انه اي واحد يدعي الى دين هو مستفاد منه اخلي عليه علامه استفهام. يوم اللي هسه يجيني واحد منصف ما مستفاد يقول يا بتبعوا فلان وفلان، انا اتبعه. زين انت والله انا هسه لو بزمن الاسلام ويعجبني ما ارد اصلي، ما ارد اعطي زكاه، ومنو انت وطيك انا؟ اما هاي عبوديه، هاي والله مو دين. لو ترجع يعني هذا لا الله يرضى بي ولا سوبر باور الخالق، انا اقول اكو خالق، انا يعني ضمن دراساتي وتتبعي اكو سوبر باور لهذا الكون. هسه هاي قدره استطاعه
يعني مثلا علم، معرفة، يعني اكو شيء خلينا نقول ما وراء الغيب ما نعرفه، يجوز مثلا موجود، شلون اجى وكيف صار، مو شغلي هذا. بس انا اقول انت قاعد تحكي باسم هذا اللي احنا الى الان ما شفناه، تجيني والله قتلوهم جيبوهم سبايا، هذا ابن النويرة اللي ذكرتوه رضوان الله عليه، هذا الرجال يعني انا اعتبره شهيد الحريه لانه ما يقبل بالعنف اللي اجى، يقول لك يا اخي اتركني، ويجيك والله سني وذاك شيعي، والشيعه نفس الشيء ما تعالوا هذا تكفيري وهذا كافر وهذا ما يؤمن بالولايه، شوفه يصلي ويصوم وعنده كل الخيرات والله ما يؤمن بالولايه، عبن شنو مستفادين منها؟ فلوس ومصالح ويعني مناصب. يا حبيبي ما يعني واحد الله طاق عقيد، نحترم الدول نحترم القانون، الناس صنفان كما قال علي بن ابي طالب، اما اخذ لك في الدين او نظير لك في الخلق، هي هاي اخذها منها، هاي انشرها للعالم، يبقى هذا الانسان مو على ديني، ومن يقول ديني انا صحيح؟ زين افرض الدين طلع ماله خطا وانا هذا كتلته. وين كنت انت؟ بس قول لي ها وين كنت انت؟ وين كنت؟ بالعمل. انا لا احاكيك ترى لا مستفاد من جهه، احكي بس اللي يفيد البشريه والمعاناه اللي عانيناها احنا. ما يحكي هيجي يا حبيبي. ها؟ اللي يستفيد ما يحكي هيجي. اي مو هاي مستفادين، احنا لا نكفر احد ولا نستهزئ باحد. بس عندي ملاحظه بسيطه، قبل فتره مثلا انت قلت مثلا الحسين كذا تاريخ يعني، وقلت مثلا غباء وكذا، انت وجهة نظرك انا احترمها، مع ذلك احترمها، بس انا اقول يعني احنا التاريخ كله ما مطلعين عليه، يعني ما وصلنا بصورة صحيحة، يعني يجوز بذاك الوقت يجوز الحسين رفض هاي اللي هي هسل، يجوز اللي تدعي له انت يدعي له الحسين، يجوز يقول لهم عم عيفوا الناس هو يزيد والجماعة الامويين، يجوز الحسين يقول لهم عم كل من بيمشي بعقله فقتلوه، احتمال يكون شهيد الحرية، يعني مو بعيدة، هو ما راد حكم يعني الحسين، هو حاصره وقالهم أروح قالهم كذا، فتخيل انتكم شوك هسه الآن انت داعش مثلا الآن وحصروك انت وعائلتك وقالوا لك كله هيك تسوي، رفضت يعني، فأنا قلت يعني انت كإنسان مثقف وواعي يعني. لا بس هو شغلة الحسين كانت شغلة ثانية، هو كان يريد الحكم، لعد ليش طلع لهناك؟ كان يبقى جالس بمكة وما حد قادر عليه بمكة. بس هو يعني احنا هذا مو صحيح، يعني احنا هذا كله تاريخ، من يقول صحيح؟ اذا مو صحيح خلاص احنا نتكلم عن اللي موجود في الكتب. ما اي انا اقول لك انا هذا التاريخ كله ما بي 1% صحيح، لان هسه احنا بعصر العولمه والفضائيات والانترنت والصوره والصوت والخبر يجيك 70 فكره، يعني احنا هسه تصير شغله ببغداد مع الانترنت مع الفضائيات مع كل شيء وتوصلنا ب 70 وجه، صح لو لا؟ زين فكيف احنا 1400 سنه 1300 وكسور سنه وناس مؤرخين وكذابين واحترقت هاي وكانوا وين عندهم طابعات قبل عندهم؟ هو اول واحد كتب المقتل ابو مخنف فر 150 سنه ابو مخنف، زين وين كان عندهم الطابعات؟ هو قبل من الكوفه للمدينه شهر يلا يوصل، صح لو لا؟ ما كان عندهم مثلنا توثيق ومعلومه وهذا يجي صحيح ومفاوضات تكون بصوره علنيه ونعرف شنو صار ما وراء الكواليس، ما ندري احنا هسه الان مو قاعد تصير طبخات سياسيه ما ندري بها واحنا عايشين بنصهم، هاي بالبرلمان والاطار والمدري منو التنسيقي، فاحنا بذاك الوقت من يقول هذا الحكي؟ ما اقول لك انا راد حكم ما راد حكم، شلون كتلوش وقت كتلوه منو كتله، ما حكي يعني، اجانا كله هم كانوا قبل 100 سنه العراق 10 ما واحد بيهم، النجف ايش قدها ايش كبرها، احنا انا احكي لك تاريخ ألف واحد بس اثنين يقرون ويكتبون، هاي قبل 100 سنة بالتاريخ، قرأت التاريخ الحديث وشوفه، وأنا قبل كان وتعال عندهم تدقيق وتفحيص، عليك يا الله تصير معركة بالشول أصلاً، هي كانت شول هيمة، ناس كتلت ناس، من يدري منو هذا؟ إيش وقت جاء ليش؟ ما حد يدري، فما نقدر إحنا يعني على هذا التاريخ اللي هو يقولون مزور وبتحريفات كل من على ذوقه. فأنا برأيي يعني أقول طالما أكو ناس تحترم هذا المبدأ يعني أصير معتدل، ما يعني أقول غبي أو شيء، يعني حتى يكون واحد على مسافة واحدة، ونفس الشيء يعني حتى لو نقول تعال تعال سرحان تعال عرق الشيعي هذا ما له حل يا ابن عمي. لا والله مو عن شيعي، يشهد الله مو عن شيعي. يعني أنت دا تسمع يوميا نلعن بابو سلسفين خالد بن وليد، غيرتك ما تحركت على لا لا مو غيره، لا لا خلا انا شنو قصدي؟ انا اقول هذا أنا ما قصدي. هذا
لا اكو فرق، العرق الجلدي عاديات. ما له حل، ولكن لا لا حلو ولا يهمك ولا لا يهمك. لا ابو جاسم مو هذا قصدي، انا اقول مره انسان مظلوم ومره انسان هو ظالم. انا اقول لك اذا ثبت تعدك بالتاريخ ان الحسين ظالم، اذا ثبتت بقراءاتك فعلا، لا انا اقول لك شو تسوي سوي، ما يهمني انا، انا مو محامي، انا من كون حامي خلاص عن احنا دا الحسين. نحكي على اللي موجود بالكتب، احنا ما نحكي على شخصيات حقيقية، احنا دائما شو نقول؟ نقول إيه. التراث الاسلامي، احنا نتكلم على هذا اللي موجود، احنا ما نتكلم، يمكن حسين اصلا بحياته اصلا، يمكن حسين اصلا ما انقتل، يمكن عمره وصل لخمس يعني 100 سنة وصار عنده اولاد واحفاد وكذا ومات على الفراش، ما بنعرف. هاي الشخصيات اللي احنا نحكي عليها اللي موجودة بكتب السنة والشيعة، اي هذا اللي بالضبط. دا انا لا نحكي انا عليه. قصدي انا اقول هسه اذا انسان، انا هسه اذا انسان ظالم انا اقول لك ان على الوالد والديه، بس اذا انسان مو ظالم يعني حتى لو سيخي لو مسيحي، هسه لو قست ذكرى انت ومو ظالم، انا ما اقول ليش واحد يحكي عليها، انا مو قصدي الدفاع. شوف هو هاي الثقافه الشيعيه المغلوطه انه احنا ندافع، هو انا اذا هو يقولون انا دافع له، اذا هذا ما صار. هو مثل ما واحد قال هو موسى بن جعفر مات بالسجن، زينة 18 سنة بسجن هارون، والله هاي تروح له خلص ابني من السجن، كان ما خلص روحه هو، يعني مو هيك تنقاس الامور. هو صحيح يعني بالنسبة احنا شوف هاي مال الله يريد يدافع عنا، انت تنصر الله، هاي كلها خرافات. انا انصر الله شنو؟ انا الضعيف، انا انفلونزا كورونا عطلتني سنتين عن العالم حبستني، زين انا اذا انصر الله كان هذا ايش طلعت هذا؟ اخو هو يعبدني بعد، ليش انا اعبده؟ ماكو هيك قاموس، الله والله يدافع عنهم وهم جايين كاتلهم الضيم والوسخ والتعب والارهاق، والله تعالى انا دافع عن الصحابه، ذاك يدافع عن الحسين، انا مو بصدد الدفاع حتى تفهمني صحيح، انا الحسين اذا هو مو اذا ما عنده برهان وما عنده هذا، اذا كله خرافات، صح لو لا؟ انا اريد خرافه، يعني انا اريد شيء ملموس، هسه انا اذا اشوف شيء ملموس بعيني صحيح، بس انا اذا دافع له، شو وين جاه عند الله؟ صح لو لا؟ اذا ادافع لعاني هو غير عنده جاه عند الله وعنده مثلا خلينا نقول وجاهه ويأمر الشمس والشمس رجعت للامام علي، كذا رجعت للشمس، صح لو لا؟ اذا رجعت للشمس ليش ما جيش صفين ليش ما رجعه؟ خوب هذول الجيش اربعه مخربطين، صح لو لا؟ من اجوا صفين ومعاويه خوب يشيل يده يرجعون، والشمس بالضبط. رجعت ماكو هيك، يعني الامور مو هيك، هذا كله نقل. انا متاكد هسه لا يجي الامام علي يقول لهم عمي كذابين، لا رجعت للشمس ولا انا اله، انا انسان عادي اريد العداله الاجتماعيه، بس انتم مستفادين وكذابين باسمي. هاي احكيها الرساله للشيعه، وهذول اللي يلطمون هسه كلها دفاتر ومليارات الدولارات، عرفيت وملايين الدولارات وارصده وناسه وتمن وقيمه. يا حسين يا بطيخ من بحالك يا حسين، روح شوف كربلاء كلها مجاديه. انا ذاك اليوم بالعراق احكي لك قبل 4 اشهر، الله وكيلك يرثى لها كلها مجاديه، زين انت هذا الامام علي يمه مجاديه، كان وين انتم؟ وين اسلامكم؟ وين دينكم يا كذابين؟ فقلت لك الاديان بس لسان، لا تتعب روحك وياهم، وادله واثباتات وبراهين، هاي كلها ما تفيد وياهم. هو يقول لك انا ما خاسر، الناس مستفاده من الاسلام، يقول لك انا ابوي وجدي وبيبيتي وحبوبتي كلها مسلمه، انا مثلهم، وش ماثر انا بحلالي؟ انا ايش خاسر هسه صرت مسلم؟ ولا ثلاث ارباعها ما تصلي، ثلاث ارباعها تشرب خمر، ثلاث ارباعها غيبه وهاي كلاوات، وين هو المسلم؟ شو بالله حاسبنا على مسلم؟ انا هسه حاسبك، لا تقول لي اذا تقول لك مسلمين 100 انا هسه اقص تذكره واجيك اقول لك وينهم ذول ال 100 المسلمين؟ زين الله وكيلك ما بيهم حتى 10، هاي كل عالمك 10، لا اللي يريدهم صدق الله وفق اللي صحيح من القران، اللي يريده الله ويؤثرون على انفسهم، وعشره ما تلقي يا معود بي بخوي ولا بي، هم اخوه ما يتحاشون هنا. زين النسوان طردت رجولتها وراحت طلقتهن، وين الاسلام؟ وين الدين؟ فهاي خدعه يا ابو جاسم، صدقني خدعه، بس كلامه بس الكلام شيء قال لا اله الا الله، يلا هاي الله وياك بارك الله بيك، عافيه عافيه، قال لا اله الا الله والسلام، وين الاسلام؟ كل اسلام ماكو. زين هي الناس عافت البلاد الاسلاميه وجت لاجئين ببريطانيا وبالهولندا وبالمانيا، زين هو يعيف بلد المآذن يدعي بيها ويجي هنا لو ما شايف، وصدقنا لا اكو منهم تقول له تريد جنسيه لو اسحبها منك لو تعيف الاسلام، والله يعيف ابو الاسلام جد الاسلام يعيفه على مود جنسيته. زين صحيح صحيح، فطلنا عليك، اذا عندك سؤال لا شيء مني. بالعكس بالعكس، هو السوالف كلش حلوه.
اي لا السؤال ما انا يكون احكي لك حقيقه، انا متجرد. لا انا انا بذاك الزمن احنا شباب بها صدام، وكنا نفكر الانسان يفكر، والله لا اذينا واحد يشهد الله، لا سرقنا لا سلبنا لا بقنا، نمشي بدربنا ونرجع بدربنا، الله وكيلك ما اعتدينا على بقه، هاي النمله الصغيره تمشي بالحوش تجي على شكل اليوقع ما نقتلها، زين نقول خطيه هاي هم عندها روح هم عندها اطفال هم عندها عائله، زين لكن امور موجوده بجذرنا، يعني هو الانسان الصحيح هذا، الانسان ما يحتاج يجي واحد يلزم له صوت تعال هيك سوي هيك سوي، مثل السعوديه من تروح او مثل ايران او هاي الدول ما يحتاج، هاي شوف كلها الدول جرائم، هاي مصر انا رحت لمصر كفيلك الله تندمت على الساعه نزلت بيها، مو يحكوا لك بالاسلام والازهار ليش ليش وبلد صار؟ المفكرين، كفيلك الله الوسخ والتلوث، يعني انا وصديقي رحنا سياحه ثق يعني ثق بي، اذا ما تريد الثق لا تثق، نلبس القميص الصبح نرجع الظهر نبدلا من الوسخ من التلوث بالقاهره، تلبس العصر ترجع تلبس المغرب لازم تغسله وتكوي، ووجهك تغسله بالصابونه كل ربع ساعه ومدسمل، هاي القاهره هالوسخ هالوسخ، لا يزعلون مني المصريين الى متابعيك، هذا الوسخ والمجاد يعني تورطنا اطينانا الواحد اثنين، هاي الجينيهات مالتهم يعني ماكو، تالي قلت لصاحبي عمي خلينا نقطع التذكره، احنا حاجزين 11 يوم 7 ايام ورجعنا ملينا، يعني لا اسلام كله كذب، لو رايح لاسرائيل احسن لي، لو رايحين لتل ابيب قال لها ماكو مقاديه، هالمقاديه والتاكسي النصب احتيال، شو تريد تقول قول زين، وكله موثق بالفيديو مصوري، احنا خاف واحد يطلع لنا يقول كذب، اقول له هاي القاهره شوفها شعب منافق دجاله لا مساجد لا كله. لا 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 تقول انت لا حقيقه هاي حقيقه هاي، انا مو اقول لك شعب، مو بالدليل، شعب يا عمي، مو شعب، اكو ناس منافقة ودجالة اي، بس مو شعب يا مو حبيبي، الشعب كله طبعا، احنا ما نحكي مو كله يعني نقول لا الاغلب، تقول الشعب، لا تقول اي الشعب، الاغلب انت روح جرب، انا لا تريد اقول لك تذكره اقص لك من عندي واسوي لك زياره استكشافيه، روح شوف شوف اقعد لك بحديقه، شوف المقاديه، شوف النصب، ابو التاكسي ينصب عليك، ابو المطعم طبعا ينصب طبعا عليك، طبعا زين هاي وين شال الدين؟ شال انت شنو فرقه؟ كان لو رايح الكوري احسن لي، لو رايح الكوري الجنوبيه اشرف لي، صح لو لا؟ لانه قال لها ما يضحك عليك، شهادة ام الاسلام بالله لا اجى غير مسلم، شو يقول؟ يقول اوه هم داكم، شهادة ام مثلتم الحضاره اخر الاديان؟ لا عما لا اخر الاديان ولا سابع الاديان، بعد لو يجي 200 دين ما يلحق يخيط الفتوك. لا هي الفكرة انه المناطق السياحية خاصة لما يكون فيها درجة عالية من الفقر، الناس يعني اللي بتشتغل في مجال السياحة تتعلم على النصب والاحتيال، واكو فيديوهات هواية على هاي الشغلة، يعني انه كيف في السواح اذا يعني انت يصبون إيه على انت لو تحاسبني دولة اسلامية، مو انت من تحاسبني بالاسلام، انا حاسبك بالاسلام، لا تحاسبني على اللا اسلام حتى انا حاسبك لا اسلام، مو انت لا حمراء تريدها حمراء لك، من اقول لك خضرة قلت لي لا 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 هاي خضرة، انت لو تقول الاسلام خاطر احاسبك انا على الاسلام بالقران اللي هم يريدوه، من اقول له الاسلام يصير ضد ضد الفكره مال الاخر يقول لك لا مو هاي الدنيا والكذا، شات بعد شنو فرقك عن الياباني والكوري؟ شات اذا نفيت الاسلام بعد ليش انت تقول انا مسلم متاذن؟ مو انت لو تحاسبني بالاسلام احاسبك انا بالاسلام، انت مو مشتهاية عندك، هي الغيمه لو تمطر بقاعك وقاعي، مو هذا الفلاح قبل ينقلون يقول له والله شو زرعاته مزقيات، ذاك صاحبه يابسات هو باقي الماي من الماطور كذاب لغف الماي بالليل، قال له لا مو الدنيا مطرت بس على قاعي، قال له شو هاي تمطر بس على قاعك شنو انت يابا؟ وحد هي الغيمه لو تجي على نفس قاع بصف قاع، فانت لو حاسبك انا مسلم الا انت هذا لو فهم ناكرين الاسلام بدون كلام، يعني هو علمه بحالي يغني عن سؤالي، العالم الاسلامي الان يعني هو تصرفاته هي ارتداد، عرفت انت هسه تريد المرتدين اعطيك بالملايين مرتدين، بس شنو بالاعمال؟ هو المهم الاعمال، خب مو مهم الاقوال، صح لو لا؟ الاقوال هي ما عليها ضريبه، اهم شيء العمل يعني اهم شيء السلوك، فهو الارتداد صار بوفاه الرسول، بيوم الوفاة أكبر عملية ارتدادية صارت بالعالم يوم توفى الرسول، من توفى الرسول كلهم ارتدوا،
فانت لا يرضون يحاسبون ذولا هسه المتاسلمين، خلي يحاسبون المرتدين الاوائل. افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. قالوا ما انا شو اللي علاقه، روح لابو بكر العمر العثمان الفلان الفلان، هم اللي ارتدوا انا ياهو مالتي، هم ذولاك اللي ارتدوا، سواء والشيعة قلهم ذولاك هم مات اللي ارتدوا، والسنه قلهم ذول، كل من عنده ربعه مرتدين. فاحنا ما يعني ماكو واحد مرتد هسه، المرتد بالعمل، انا ما لي علاقه باللسان، خلي يطلع لي 100 يحكي، شو اللي علاقه بي اني؟ أنا أريد عمله، هل هذا عمله وفق ما هو يعتقد؟ لو مو وفق ما هو يعتقد، إذا كان عمله وفق ما هو يعتقد 100% والله أشيل القبعة، حتى لو خطأ، أحترم أقول هذا عنده مبدأ، عنده يقين. أما إذا لا هو بس هسه هاي السعودية، هاي إيران، هسه شنو إيران؟ كلها أملاك وفلوس ومناصب، ولاقي أنا هسه لا تقول لي أنت نبي وأعطيك رئاسة الدولة، والله أقول لك أنا مو نبي، أنا جبرائيل. ليش؟ لأنه أنا وراها حكم. زين السعودية لو هسه السعودية الجمهورية الناس متحضرة، شنو مملكة أربعة خمسة يحكمون بكيفهم، تعال اعدم مذبح بالسيف، العالم وين وصل؟ عرفت يعني هذا صار نقمة للعالم، ذبح بالسيف وترويع الناس وعدم الديمقراطية وخدم وحشم وكذا. فهاي مو معقولة رسالة نبي. إذن هم ذولا مرتدين، مرتدين بالعمل، ولا شنو النبي هسه هو قابل يوجعهم راسهم؟ بس هاي اعلام سياسه، اللي مثلك وغيرك اللي يعلن الامور يحاربوه، يقول لك نحفظ ما يواجهنا، بس هم بداخلهم ان يعني هم قاطات اكثر من اللي عنده مرتد بلسانه. هذا قال لا بقلبهم، ولا شنو هسه هم بحال الله يما يدلون الله وين؟ كفي لك الله لو الله يلوحوا له بدرجه يصعدوا يفسخوا تهريب يبيعوه، بمريدي تلقيه هناك الله. عرفت؟ يا سرحان والله حكيك ما ينشبع منه وما ينمل منه ابدا، كلش حلو، عاشت ايدك ورده. نتواصل وياك، نتواصل اكيد. انا راح اسوي لك اضافه حبيبي، ما اتذكر انه انا ملتقي وياك من قبل. لا لا ما يمكن هاي اول مره. انت من يا محافظه بالعراق؟ انا من كركوك الشقيقه. نتشرف كركوك، نتشرف. عفوا حبيبي. يعني والله كان العراق زين يعني قبل ما تدخل هاي الايديولوجيات الدينيه، لو هسه هو صاير جمهورية علمانية ليبرالية هواي أحسن. شوف شلون الفائدة للبشر. هسه أجيب واحد ماسوني يحكم بس يطل حق لأهله، تيجي تصلي صلي، ما لي شغلة بيك أنا، طب ببيتك من الصبح لليل صلي، شو اللي علاقة بيك أنا؟ أنت تريد تروح الصوم صوم، ما لي شغلة بيك. سرحان قل لي فدوى لعيونك، أنت بالعراق لو برا؟ لا لا أنا برا. ماكو عليك خطر من هاي السوالف اللي تقولها؟ أنا والله ما يهمنا، أنا بالعراق ولا برا أحكي، ما على خطر شنو؟ لا أنا أحكي الحق. ما أريد تتأذى حبيبي، ما أريد. لا لا هو صح، هو المجتمع قولتك خطر، بس إحنا الكلمة الحق. المجتمع الخوف من اللي بالي بالك يا أبو عمو، من جماعة ربع الله وأبو عدس. إي لا هم ذولا، لا لا إن شاء الله في أمان، أنا في مكان مؤمن. حلو. إيه بس احنا انا مو ارد اجاملك، يشهد يعني على يا ربي اني اؤمن بالعداله الاجتماعيه، اؤمن بال يعني اكو تفكير هواي عندنا كتاب هيك يعني اقرا لهم، علي شريعتي جماعه يعني كتاب، علي الوردي باحثين، يعني يقول لك انت الان يعني هذا بما هو احنا اهلنا، يعني هسه احنا العراق مثلا 43 مليون مسلم، يعني افرض هسه احنا ثنيت الينا الوساده وصرنا حكام انا وياك، باكر انت رئيس الوزراء وانا اعلى رئيس المحكمه العليا، فما نقدر نجي نعدمهم نقولهم انتم او هذاك ملحد، انت تحكم بما يريده العقل المنطقي. اما انا هسه ارد احط الحسين والطم 100 لطمه، انت ما متاذي، المهم تقول لي التزم بدوامك ساعه بثمانية تحل بالاربعه، لا تاخذ رشوه، ادي معاملات الناس، المراجعين راضين منك، محترم بالوظيفه، لا تسرق المال العام، عم روح الطم الطبر، السني الصوفي الاباضي السلفي خليه يروح يصلي صلاه الجمعه، اعطي اجازه بس اقول له التزم، احترم الناس، الاطفال، علاقتك باهلك، علاقتك بالمجتمع، الزباله ذبها صحيح، مو الزباله من نعرف نذبها ونجري الدوله الاسلاميه، قل له روح ذب الزباله عدل، صح لو لا؟ روح قل له انت اذا الدوله الاسلاميه صحيحه، اذا سيارتك عطلت روح لواحد امين يصلح لك اياها، ما تبقى تربرب من انا ترى هواي بالعراق اروح ومختط باحث اجتماعي، انا احكي وياك ماجستير اداب علم الاجتماع والنفس. زين شوف سيارته ما يمن يصلحها، شا وين دينكم؟ انا حتى اقول لهم مرات من اروح بلقاءات اقول لهم شا انت اذا مصلح ما عندك ثقه، بنت تريد تجيب لبيتك يسوي لك سيراميك للبيت،
او ينصب لك البانيو او الحمام يدوخ، هذا غشاش وذاك حرامي وهذا نصاب. قلت له شاهدتم من ثقافتكم؟ وصار لكم مئات السنين، وين اياك نعبد؟ وين اهدنا الصراط المستقيم؟ اذا 1400 سنه اهدنا الصراط المستقيم وبعدكم دايخين، شاش وقت تهتدون؟ اذا بنا ما تحصل ثقه، طبيب ما تحصل ثقه، مهندس ما تحصل ثقه، محامي ما تحصل ثقه. زين انا اروح لهم احكي وياهم ما يهمني هناك بالعراق، يشهد الله يعني اروح واسولف. قلت لهم زين انتم يعني هذا شو لك شغله تبيه؟ انا اريده ملتزم، عم خليه يعبد الواوي، شو اللي علاقه بي؟ انا هسه خلي التزم بدراستي وباموري وعائلتي وما ماذيها ومحترم، الله عليك اذا اعبد الواوي لك علاقه تبيه؟ اه طبعا. اي ما لك علاقه طالما انا محترم. بلي اهم شيء لا تاذي حدا. اي يعني انا هسه لا انا اشتغل بنا، وانت طلعت لك بثمانية الصبح جيتك نظفت بيتك السيراميك طبقته ساعة بالاربعة حليت شغل يرضي العقيل ويرضي المنطق وما بكتك وشغل سريع، وانت طيتني يومي ورحت. انا من طلعت حطيت لي قلت لي يقول هتشي يعني علبة مال كاكاو وشوكولاتة وعبدتها تضوج مني. ثاني يوم بثمانية جيتك ملتزم غراضك الدولارات بالقاع ولا اشيلهن، زوجتك تتعدى نص عيني عليها صح لو لا؟ انت راح تقول هذا شو اللي علاقه بي انا؟ خلي يعبد البصل، شو اللي شغله بي انا؟ صح لو لا؟ اصلا عيب الواحد يتدخل بيك سوالف. اي طبعا ممنوع، هو هسه حتى القوانين الاوروبيه ممنوع تسال واحد شنو دينه شنو مذهبه، ما من حقك. يقول لك هذا شيء هو قضيه نفسيه، قناعات نفسيه، واغلبهم امراض نفسيا المسلمين، يعني ثلاث ارباعهم مرضى نفسيا. لو تجيب اخصائيين علم النفس كلهم ثلاث ارباع يطلعون مرضى ستوكات، لانه دايخ هذا بضيمه كهرباء درجه الحراره 50 يطلع تعبان حكومات باقته حروب، هذا دايخ هذا خطيه والله نشفق عليهم، احنا نشفق عليهم مساكين. يا حلاوه حكيك يا سرحه. يا حلاوة عباراتك يعني والله ذكرتني. لا فعلا هذا واقع، يعني تجي على دايخ الحروب دمرته وجاي لاجئ بالكمات وبالبحر وعلى اليونان وعلى البحر وبتشوب، هذا يا رب يا إله يا نبي، هذا ضيمة الدنيا ضايقة بعينه، هذا أصلا هو لو عبر البحر وأصلا دايخ بزمانه، يا إله يا فلسفة يا أدلة يا معجزات، عرفت وينك قاموس؟ هو هذا قال له لا يا ابو امك مسلمه وفي مال، لا كل من على دين امه وابوه والسلام. هسه وقابل ترم البصل على الاسلام، يا ريت هسه 10 مسلمين احصل، والله اتبعهم لو بالصين لو 10 احصل صحيح مسلمين، وينك مسلمين؟ السعوديه تكره ايران، الكويت تكره العراق، سوريا تكره العراق، لبنان يكره شنو هالعالم، مصر تكره السعوديه. عم غير اسلام هذا، والله العظيم لو واحد حشاك جايب له بذاك الوقت 50 كلب ومربيهن صحيح ومطيهن ومتكاثرات يمكن بعد 100 سنة بعد 100 سنة يصير عنده فد نص مليون شليب، الله وكيلك يأشرهني نامن يأشرهني قومن، أكو فلان باليوتيوب واحد لازم أسره يأشرهن يأكلن يأشرهن يشربن، هاي كلابهن شوفه شوفه باليوتيوب مقطع واحد من أجنبي يمكن بهن 150 شليب حاط كل من قدامه معون يباوع له أشرهن بيده كلهن أكلن، رفع ايده شال الروزهن. هسه احنا هاي لو كلاب حشاك بذاك الوقت ومؤدبهم صحيح شا هسه الله وكيلك، هاي كلاب شي محترمه وشي يسند شي والسلام، مو الدور شا بشرتهم ودول ودنيا وقانون، لا تحترمون عربي، لا تحترمون اسلام، لا تحترمون مسيح، لا تحترمون يهود، لا تحترمون صبه، لا تحترمون يلا بس هذا وقتل وزواج وامه وجاريه وقاعد السليمان القانوني والدولة العثمانية، والله من كون الدولة العثمانية وتمثل هذا الإسلام والأموية والعباسية وكلهم، والله يا عم ما ظل كل إسلام كله خرافات بخرافات. المتوكل اقرأ التاريخ، هم يقولون الدولة العثمانية 500 سنة حتى خمر يشربون، أنا قارئ عنها الدولة العثمانية، يعني هذا الإسلام الله ما يؤمن كرسية ما يقعد إلا يصير سليمان القانوني خليفة، لو حميد لو مدحت باشا لو فلان، شنو عم هذول؟ هو قال الجواهري رحمة الله عليه الجواهري من قال فيا عجبا إن الذين تصدروا لإنقاذ أهله هم العثرات. زين اقرأ الجواهري قصيدة الشاعر العرب.
زين تجي والله العثمانيين وشي يكفر شي، واحنا هسه بعد 100 سنه مو راح نموت، تجي ناس غيرنا يقولون ذولا مهبولين كانوا، ذولا يتعاركون مهبولين سنه وشيعه وسوريا وهاي، يجوز يصير هناك ناس يطلع جيل شاب قوي مفكر، يجوز 300 سنه 400 سنه تتغير الدنيا، نطلع احنا مخرفين ونطلع احنا اصلا حريمه عايشين، نطلع احنا المفروض يعني نربط بالحقول مال الحيوانات على هاي افكارنا ومنتجاتنا الفكريه والمعرفيه. زين عشر سنه يا سرحان والله بطل انت عافيه يا فعلا هاي فعلا نطلع مخرفين اي نطلع مخرفين مثل ما هسه احنا قبل الدوله العثمانيه قالوا يحرم ما حد يساند الحلفاء عليها العثمان تالي بعدين طلعت مو خوش الدولة العثمانية شابوية الناس ماتت وصارت ثريت وإحنا خطأ المجتهدين نتحملها هذا خطأ اجتهد فله حسنة إن أصاب حسنتين إن أخطأ فله حسنة ما تقول شو منطق منطق بشر يموت والله اجتهد شنو هو يجتهد عمي هو شنو الله كم الله عندنا هو الله واحد عشرة ميتين الله 3000 الله هو يريد الله شنو حكم الواحد الله أنا هسه ليش قلت لك أنا مجتهد ما قلد يعني الشيعة عندهم التقليد أنا مجتهد لأن الله ما يوصلنا إلى إنسان مثلي يعني أنا لا أقارن بالله إلى يوصلني إنسان مثلي مفسر والله إجا قال المفسر قال ابن الجوزي وقال الطبري وابن الكثير وشنو هو قال هو مثلي يعني شنو هو ما يبول ما يروح للتواليت أنا من حالي يعني الطبري ابن الأثير والطوسي الكليني حتى ما صير طائفي قولتك والكليني والصدوق والمفيد وهو حالة من حالي بالعكس أنا عندي انترنت عندي وسائل معرفة أكثر هو قاعد علالة والفانوس حسر علي المكان يبول بي نظيف ما عنده يلقف بريجه ويروح بين النخل فذولا ما يعني أنا قال والله قال السلف الصالح هو السلف الصالح منه ما تقول لي منه أنا رد حاجيك أسئلك السلف الصالح شو كان عنده يعرف الواتساب يعرف المعرفة لو كان قاعد كاتل الضيم يأكل تمر وخبز وقال ويفسر لي كلام الله انا ما له علاقه انا هسه عندي هذا علم التفسير كله بدعه باستنتاجاتي اي واحد يفسر اقول له انت مبتدع ضال مضل يعني انا اكتب لك رساله 70 واحد ياولها تسقط حجتها يعني انا هسه اكتب لك رساله للسويد ويجي واحد يفسرها كل من يفسرها بكيفه بعد حجيه رسالتي كما يقول الاصوليين تبطل الحجيه مالتها انت تقول لي يا سرحان أنا افتهمت هيك من الرسالة قلت لك يا با أنا قلت لك أجيك هيك يوم سوي لي جواعة واحد قال لك يقصد الجواعة غدا واحد قال لك يقصد الجواعة عشاء واحد قال لك يقصد بالتجواعة بين الغدا والعشاء واحد قال لك بين الريق والغدا افرض أنا قاصد شيء بعد تقول لي ما تحقني يا سرحان أنا افتهمت أنه تريد ورا العشاء الجواعة قلت لك لا أريدها قبل العشاء قلت لي لا مفسر لي إياها ورا العشاء الجواعة فتسقط حجية رسالتي أصلا بالمفسرين والأقوال صح لو لا هم من يعصر نبي قف أحد يخابرك يقول لك أنا أتبع المفسرين من ذولا المتصلين اللي هذا قل له أنت كل مفسر نبي لأن أنا لازم أتبع المفسر المفسر شنو قاعد يم جبرائيل يجوز يطلع مراد جبرائيل غير هذا مراد النبي غير هذا عندك دليل صح لو لا ما كنت رسالة يعني واحد عاقل حكيم يرسل رسالة أنا مش عليها أنا هسه أتعبد شلون تسألني إذا تسألني شلون تتعبد أنا أمشي بالأمور اللي تمشي ويا عقلي مثل ما قالوا إن طلعت هاي موجودة صحيح أنا ما خاسر هسا أنا إش خاسر عايش وأتونس وأمشي وأكل وأشرب ما مأثر علي وإن طلعت ماكو أنا ما مأثر علي شيء صح لو لا إن طلعنا رميم نصير سبيس ورمل ما يأثر علي بس أنا ما أذي إنسان ولا أجي أدوخ روحي يعني أنا أجي مثلا المرأة العقد مال الزواج هسا تقول لي شلون تزوجت أنت تعال لقيت المرة هنا تعال يا عمي أنا زوجش قالت قبلت الزواج هو هذا وفق الشرع الإسلامي هيتشي صح لو لا خو ما يحتاج شيخ وجيب يا بيت قول قبلت الزواج يا بيت زوجتك نفسي قبلت الزواج معاهدة صح لو لا هاي ما تخالف العقل يعني ما تخالف شيء مرتكز عند الناس صح لو أنا مسويها إن طلعت صحيح أنا ما خاسر وإن طلعت خرافة وأكاذيب أنا هم ما خاسر خسارة أما تيجي قال المفسر وكفر الناس وحرم الناس لا 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 هذا كلش عمل يعني مرفوض ومدان وقال والله قال شو اسمه ابن أثي ابن ابن كثير وقال الطبري وحكى المسعودي وقال سماعة وعن فلان شنو هم دولة من فهم علم هم لو بيهم حط شاب بنوا دولة مو قضوها حرب بيناتهم شي يقتل شي هم لو بيهم حط شاب اخترعوا لنا جهاز كهربائي ليش جو الغرب اخترعوا
لو بهم حط شا سووا لنا مؤسسه تعليميه بها حظ مثل العالم، لو بهم حط شا سووا لنا مؤسسه تربويه تخلينا احنا نرفد بها الغرب، نرفد بها الاخر من سدود من جامعات من مثلا مصانع. والله قال جاحظ وحكى فلان وقال كذا وخريطي بخريطي كلها ترهات وهذا، انا اقرا القران تعجبنا اخذها، ما تعجبنا اطقها كسباير، ولا افهمها اخذها، ما افهمها ما اعترف بيها. زين انا ما يحتاج واحد مفسر لي، هو يقول ارسلناها قرانا عربيا. زين انا هسه عربي افتهم اللي افتهمه، ما افتهمه اذبه ورا الحائط. هذا هيك تدين يعني. حلو. زين حلو، عاجل سالك يا سعد. انا ما اخفي عليك، احكي لك الصراحه يعني، ما اقول لك انا لا ملحد ولا شيء، اؤمن بالهاي، اقول ما خاسر خساره اني يعني. هي مثل ما هسه تقول لي اجي للسويد بالسياره وطريق توصل منه 100% يا سرحان ابو حميد، وطريق توصل 99%، اقول لك كم كيلومتر؟ قلت لي نفس الكيلومتر. انا ليش اروح لل 99؟ اروح بالمية، ليش؟ مطمئن يعني، هذا ما ياثر علي، نفس الوقود نفس الديزل نفس الاجراءات. صح العاقل يعني كعاقل يعني يجوك اخبار موهومه صحيحه، انا ما مستعد يعني اقول انا خشي ان اكو سوبر باور خالق، سواء كان مثلوا المسلمين مثلوا النصارى مثلوا اليهود مثلوا الزرادشت مثلوا السيخ، اقول اكو سوبر باور، اكو محرك لهذا الكون كما يقول الفلاسفه والعرفاء وكذا، انا ما خاسر. وان قال وان ماكو طلعت، انا عايش حياتي حلوه، لا ماذي احد، لا منتقص من احد، لا ساب احد، لا معترف باحد هاي. بس احنا التاريخ دمرنا يا ابو جاسم، ابو جاسم احنا اللي هلكنا المفسرين والتاريخ، 70,000 تفسير يعني. هذا حتى يعني انت شوف السفينه لا كثره ملالحها تغرق يعني، حتى لو الله يريد شيء صحيح من قد المفسرين داخت العالم ضاع ضاع، حتى لو اكو والله ولو اكو شيء يريده ضاع. اي لانه داخ يعني، شي يقول لك انا اقول لك هذا يقول لك هيك، هذا يقول لك التيمم، هذا يقول لك اغسلوا وجوهكم هيك يريد، هذا يقول مسحوا الراس، هذا يقول مرفوعه، هذا يقول ما ادري شنو يعني. شوفهم ماكو مساله ما اختلفوا بيها يعني، ما اختلفوا. زين انه هذا رب العالمين ما عنده شغل وعمل غير قاعد، هذا هيك سوى، هذا قدم رجله اليمنى للحمام، هذا قدم رجله اليسار، هذا هيك يعني. ورب العالمين عايف هاي البشريه المليارات كلها غير قاعد مقابل مكه، هيك قال ابو لهب هيك قال النبي، وهاي عايفها البشريه، شلون واحد يباوع لعبه؟